الحقيقة احنا حاولنا نعمل سيرش كده ونقول لحضراتكم هو ايه حجم الشائعات، هو تأكيدا يعني للكلام اللي قاله الرئيس. آخر رصد لمنظومة الشكاوى التابعة لمجلس الوزراء فيما يتعلق بالشائعات قال ان مصر في خلال الثلاث شهور من يناير لمارس 2024 واجهنا 21 ألف شائعة، يعني في ثلاث شهور 21 ألف شائعة بمعدل 700 شائعة شهريا، أسفة بمعدل 7000 شائعة شهريا. يعني إحنا يعني احسبوا كده معايا حضراتكم حوالي 223 شائعة يوميا، يعني ما يقارب 225 شائعة مثلا يوميا بمعدل 10 شائعات في الساعة. هقول لحضراتكم الأرقام تاني، يعني إحنا عندنا شهريا 21 ألف شائعة كل 3 شهور، ده لو قدرناها بالشهر 7000 شائعة شهريا، يعني حوالي 223 شائعة يوميا، 10 شائعات كل ساعة، يعني المكنة شغالة. يعني عارفين حضراتكم لو يعني في مكنه بتنتج كل ده كانت هيبقى الانتاج عظيم، فلا ده انتاج بقى بس انتاج سلبي، ان احنا تقريبا بنتكلم عن كل ساعه فيها 10 شائعات، كل 6 دقيقه، كل 6 دقائق احنا عندنا شائعه. ده مين اللي قاعد يعمل كده غير لو ما كانش قاعد ومركز قوي مع وعارف هو بيعمل ايه وبيدير امور ان هو يعمل حرب علينا شكلها ازاي. الحقيقه ده حجم الاستهداف الكبير لمصر، وخصوصا ان احنا الدوله الوحيده اللي يمكن يعني لحد النهارده احنا واقفين على رجلينا رغم كل ما يحدث حوالينا في حدودنا الاربعه. تخيلوا حضراتكم لو احنا قاعدين في شقه كده وجيراننا كلها الشقق كلها يعني بتحترق، فتخيلوا المنظر ان احنا قد ايه ان احنا واقفين النهارده واحنا بنتكلم. عندنا مشكلات، عندنا مشكلات ورئيس الدوله نفسه اتكلم عنها، لكن ما يحدث حوالين حدودنا الاربعه في غزه، في ليبيا، في السودان، في البحر الاحمر، اللي بيترتب عليها من امور زي ما بقول لحضراتكم بتاثر على اوضاعنا. الثابت الوحيد هو ان احنا يبقى عندنا وعي وفاهمين كويس قوي هو ايه اللي بيحصل، ولازم نفهم وما يتمش يبقى احنا عندنا نفكر ونفند بالمعلومه اللي بتتوجه لينا ومين بيقولها لنا وبيقولها لنا ليه. هو ده اللي مهم ان احنا لازم نعرفه كمان، ان المواطن في مساله الشائعات ده لازم يواجهها ولازم يرفضها ولازم يبقى، لان ده مش هيبقى دور دوله ولا دور حكومه وحدها، لا ده دور مواطن بيتعامل مع الشائعات، مش بيرددها، مش بيشيرها، مش بيبعتها على الواتساب، مش يعني يعني هو ده اللي ممكن يبقى فعلا ضرر حقيقي علينا وعلى حالتنا النفسيه، وانه بيثير ذعر وخوف. الرئيس السيسي اتكلم في نقطه في غايه من الأهمية، فكرة التماسك، فكرة إن احنا نبقى خايفين على بلدنا، فكرة الوحدة الوطنية علشان نقدر نواجه ما يحدث في المنطقة وعلى حدودنا ونواجه الشائعات والكذب والافتراءات اللي بتستهدف استقرار البلد دي وتماسك أبنائها. وقال